السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في فيديو وموضوع جديد. موضوع اليوم شيق وممتع للغاية، كيف لا، وهو عن ربح آلاف وآلاف الدولارات من منزلك وأمام حاسوبك. نعم، هذا الأمر أصبح حقيقة، حيث تتمكن من حصد آلاف الدولارات من العملاق إيتورو. وكل من لا يعرف الإيتورو فهو موقع رائع وبدون منازع في مجال التداول في الأسهم، وأصبحت إيتورو واحدة من شركات الاستثمار الاجتماعي الرائدة في العالم. أي تشتري وتبيع في الأسهم، والربح سهل جدا وجدا. مثل مثلا اشتريت سهم بمئة دولار وبعته بمئتين دولار، إذا فالربح مقدر بمئة دولار تربحه. وكلما اشتريت كثير من الأسهم كلما ارتفع وارتفع الربح. يعني انت لا تشتري السهم كله بل جزء من السهم، يعني من لحد الادنى لشراء السهم هو 10 دولارات، يعني مبلغ بسيط جدا. يعني ايه اللي ما بغاش يربح؟ نعم، في هذه الحلقة سنتطرق الى 3 وحدات. الوحدة الاولى كيفية التسجيل في المواقع، والثانية تتطرق الى كيفية الربح من الايتورو، والتطرق الى اهم خصائص الموقع، والأخيرة طريقة سحب نقودك العملاقة من الموقع. نبدأ على بركة الله. أولا، قوموا بالتسجيل من الرابط الذي يوجد أسفل الفيديو لكي تربح أموال للتداول، وأربح أنا أيضا أموال، وكلنا نستفيد. عند الضغط على الرابط الذي يوجد أسفل الفيديو يجب ملء، نعم، الآن أبدأ إن شاء الله في التسجيل في الموقع. إذا أردت أن تسجل بالفيسبوك، يعني جوانويت فيسبوك. الآن يوزر نايم الطريقة الاعتدائية، يعني سهلة جدا. يوزر نايم يعني أي يوزر نايم. باسورد يعني الايميل، هنا ايميل الآن يتم تحميل الصفحة. هنا إن شاء الله سنبدأ الآن التسجيل الفعلي. نعم، هنا نعم complete profile، هذا أمر جيد وجميل جدا. profile complete profile هنا بيت القصيد. نعم، continue هنا first name last name، يعني last name. مال يعني تاريخ ازدياد. تاريخ الازدياد، نعم، موروكو. اضغط على هذا الخيار لكي اتم، يعني نضغط على هذا الخيار الأول للإيتورو. نضغط على الإيتورو ستوك، نضغط على ستوك، تداول في ستوك. هنا يعني يعطيونا 3 خيارات، نضغط على الخيار الأول. هنا شورت إيتيم ريتيرن، يعني ستجد 4 خصائص. تصل الخصائص الأول، عفوا، نضغط على هذا الخيار، نضغط على الخيار الأول. هنا نضغط على الأدرس،
سيتي. نعم وهنا هنا يعني سيأتيك رقم يطلب منك تفعيل الحساب. وهذا آخر يعني حين تفعل الحساب يأتيك يعني ويطلب منك أن تعطي يعني بطاقة تعريف الوطنية أو جواز سفر يعني أو رخصة سياقة. سكان تعملها ويعني وتبعثها لهم إلى الموقع. يعني أنا عندي حساب. نعم هذه هي واجهة الحساب. الآن بيت القصير سنبدأ إن شاء الله كيفية الربح من هذا الموقع. يعني كلما يعني حين تدخل إلى هذا الموقع وتسجل فيه تضغط على ماركت يعني للتداول في الأسهم. حين تضغط على ماركت يعني تذهب إلى ستوك يعني باش باسيو لكي تجارة في ستوك التداول في ستوك. هنا يعني التكنولوجي فينانسيال يعني كثير من القطاعات يعني التكنولوجيا التقنية الاجتماعية. يعني ضغط على يعني مثلا انا افهم في التكنولوجيا يعني اضغط على فيرو ال هنا تجد يعني جميع الربح والخسارة. مثلا هذه الشركة انهارت يعني طاح الأسهم وهذه يعني ارتفعت بواحد 86%. يجب أن تكون ذكي للتداول في هذه. هون نعم هذه شركة تكنولوجيا أدوب يعني أديسك أمكس يعني تشتري جزء من من الأسهم يعني من كثير من جوجل. أنصح إخواني الكرام بالتداول في الشركات الكبرى يعني مثل جوجل فيسبوك أبل لأن دائما مربحة دائما مربحة يعني كي لا تقع في الإفلاس. مثلا أنا أريد أن أشتري سهم في فيسبوك يعني تضغط على فيسبوك. نعم هنا الاوبن جراف يعني هذه يعني يبين لك مسيرة هذه الشركة يعني last year last 6 month مثلا. يعني وهنا تعليقات التريدرز يعني هنا مثلا يعطيك مثلا هذه الشركة يعني أحد من يعطيك هذه الشركة يعني هذه الأيام طاح أسهمها يعني وفي اليوم المقبل أو الشهر المقبل سيرتفع. مثلا انخرطت مع شركة أو ستطلق خدمة جديدة. مثلا هنا يعني حين يطيح السهم الشاري حين يزداد السهم يبيع يعني لازم أن تكون ذكي. يعني هذه الشركة هنا مثلا التعليقات عندما يعني نريد شراء السهم اضغط على انفست يعني يجب ان يكون رأس المال عندك 50 دولار او اقل او اكثر. يعني هنا اذا لديك 200 دولار 400 دولار كلما زاد يعني دفعك كلما زاد الربح. هنا المينيمو يعني الحد الادنى هو 10 دولارات هنا اقصد 10 دولارات يعني الربح لا يكون يعني ربح هو ربح رائع ورائع ولكن لا يكون يعني بمستوى 200 دولار او 400 دولار. يعني هنا مثلا اشتري هذا السهم ب 10 دولارات اضغط على سيلكت. هنا سيطلب منك يعني ادخال رقم يعني ادخال رقم الفيزا كارد او الماستر كارد يعني هنا 16 رقم هنا الثلاثة ارقام التي توجد وراء الكارد. هنا يعني وقت فقط يتسالي لاكارت وهنا اي هاب ريد يعني تضغط على هذه العلامة ثم نيكست 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 وان شاء الله سيتم خصم 10 دولارات لكي تستثمر فيها. يعني ونصيحة للاخوان يعني نصيحة استثمر في الفيسبوك او جوجل
او ابل يعني شركات كبرى، لا يعني الربح مضمون، والله العظيم الربح مضمون ومضمون 100% يعني، والف دولارات ان شاء الله ستكون عندك. يجب ان تتمتع بالذكاء والمزازفة. هذا كان خاص بالربح وايضا الماركت يعني التداول في العملات. الان نضغط على بيبل، ان انتهينا من الماركت، الان نذهب الى بيبل. هنا بيبل يعني نضغط على تريدنت افيرستري، يعني تريدنت النشيطين يعني الذين يربحون اكثر في هذه في مجال ادخال الستوك. هنا ما الفائده من هذه من هذا البيبل؟ لان الفائده منه هو يعني مثلا هالطوم ويلات يعني ويلاتي نعم رابحه 28%، اذا عضو نشيط تعمل له كوبي تضغط عليه. هذا اذا كان لديك 100 دولار، ان لم تكن لديك 100 دولار فيعني هذه الخاصيه ليست عندك. نعم 100 دولار لكي تعمل كوبي. ما الفائده من كوبي؟ الفائده من كوبي يعني هذا الشخص نشيط يعني يربح كثير. اذا ما اتنا اذا اشترى تشتري اوتوماتيكمون تلقائيا، اذا باع تبيع، اذا اشترى تشتري، اذا باع تبيع. نعم كوبي. اذا كان الامر يعني ليست لديك 100 دولار اضغط على فولو يعني ابوني. اذا لم تكن اذا كانت لديك نعم اذا كانت لديك 100 دولار اضغط على كوبي لكي يعني اذا باع تبيع، اذا اشترى وتحقق ارباح نفس الارباح الذي يربحه هذا الشخص. نعم هذا كان خاص بالبيبل. الان ربحنا. انا سنتطرق الى يعني موضوع اخر، كيف تبيع السهم، الجزء من السهم الذي اشتريته، يعني اشتريت السهم حققت يعني ارباح من هذا السهم، كيف تبيع لتزيد ارباحك، يعني كيف تربح هذا السهم الذي كيف تبيع هذا السهم الذي ربحت منه. نضغط على فيو بروفيل، بورتفوليو، اوبن تريد. حينها ستجد هنا السهم الذي اشتريته. حين توجد السهم الذي اشتريته هنا ستضغط الى خاصيه هنا تكون هنا مثل يعني مثل النجمه، تضغط عليها وتفعل سيل يعني بيع، وستبيع ان شاء الله وتحقق ربح مادي كبير جدا. هذا ستوك يعني الايتورو يعني موقع رائع جدا ومرخص دوليا، لاحظوا هذه العلامه الخضراء، يعني انا يعني ربحت منه مالا والحمد لله، يعني مالا كبير والحمد لله، ولا زلت اتداول فيه لانه مربح ومربح وسهل جدا، يعني واجهته سهله جدا من غير الشركات الاخرى في مجال التداول في العملات او التداول في يعني في الشركات اسهم. الان ربحنا مثلا، ربحنا وبعنا الاسهم، كيف تسحب اموالك؟ حين تسحب اموالك مع العلم ان سحب الاموال يجب ان يكون 100 دولار الى الفوق، يعني هنا ستجد 100 دولار وتجد هنا يعني سحب الاموال، ستجد خاصيه هنا حنا دابا ما عندناش لان فتحنا الحساب للتو. حين تربح وتحقق ارباح ستجد هنا وترد يعني سحب الاموال، ستضغط عليه وسحب الاموال يكون عن طريق اما باي بال اما الفيزا كارد يعني ماستر كارد يعني نتلر، يعني كثير كثير من الخاصيات في سحب الاموال. يعني هذا كل ما لدينا في هذا الموقع، اتمنى من صميم القلب ان تستفيدوا من هذا الموقع. ولا تنسوا التسجيل في رابط الخاص لكي نستفيد نحن الاثنين، انت تربح وانا اربح، ولا خلينا ديما رابحين الحمد لله. اذا لم يبقى لي في هذه الحلقه الا ان اشكركم على حسن تتبعكم، وعلى امل اللقاء بكم في حلقه جديده ان شاء الله. كنت مع تيتي بروكاستان على قناه تيتي بروكاستان، يعني لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناه ليصلكم اخر ما لدي. الى اللي كان عنده اي استفسارات فصفحه الفيسبوك ستجدون اسفل الفيديو. دمتم في رعايه الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.